بسم الله الرحمن الرحيم. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. لو نظرنا إلى حياة الأنبياء وجدنا العجب العجاب، وكيف أنهم صبروا. ابني آدم عليه السلام، الأخ يقتل أخاه. ولو جئنا إلى سيدنا نوح عليه السلام، لوجدنا أنه ابتلي في زوجته، وقد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ولو جينا أيضا إلى نوح عليه السلام، لوجدنا أيضا ابنه، يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولو أتينا إلى إبراهيم عليه السلام، ابتلي بذبح ابنه. ولو أتينا إلى يعقوب عليه السلام مع ابنه سيدنا يوسف، مع أبنائه يوسف عليه السلام وإخوته، إذ أرادوا قتله. ولو أتينا إلى زكريا عليه السلام، وأتينا إلى عيسى عليه السلام وما فعل به، فكل هذه ماذا؟ ابتلاءات. وإذا جينا إلى آية الصبر، أيوب عليه السلام، يذكر عن أيوب عليه السلام أنه كان ذا مال فاحترق كل ماله، وكان ذا أولاد فمات جميع الأولاد، وابتلي بالمرض، وقيل أنه امتد لمدة 17 عاما وهو مصاب بالمرض. كل هذه ابتلاءات. ولو جينا أيضا في الأخير إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أما قيل للمختار أنك كاهن وأنك كاذب ساحر، أي ساحر؟ مات أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون إنه الأبتر، فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى، إن شانئك هو الأبتر. الإنسان في هذه الدنيا في دار الابتلاء يصاب بمصائب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وهذه الدار دار الابتلاء، خلقت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، لا يمكن هذا الحال. والإنسان يبتلى بالخير ويبتلى كذلك بالشر، ولكن الإنسان يصبر ويصابر، والله سبحانه وتعالى مع الصابرين، وينظر إلى من هو أسفل منه. فإذا كان الإنسان على سبيل ذلك ابتلي بالفقر، فإنه ينظر إلى الذين عاشوا في دول ربما ليس فيها فقر فقط، وإنما فيها حروب، وينظر كذلك إذا كان مريضا إلى من هو أسفل منه في المرض. إذا كان مثلا مريض بالضغط أو السكري أو غير ذلك من الأمراض، فينظر إلى من هو مشلول، أو من أصيب بالسرطان. ومن أصيب بالسرطان ينظر كذلك إلى من قطعت أعضاؤهم بالتعذيب. فالإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان عليه بالصبر، وأن ينظر إلى من هو أسفل منه، فسوف يجد نفسه أنه أمام نعم عظيمة. ومن كان في نعمة عظيمة فليشكر الله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.